في وثيقتين، واحدة منهم مزيفة، بس جسور على مدار أوغلو تصرف بالوثيقة الحقيقية واستخدم المزيفة اللي تكون طعم إلها. بدك تقلي بسبب مين هالشي؟ هدول صادونا مثل العصافير لتكونوا اشتغلتوا من راسكم. تحسين بيك، أنا كنت عم خبرك بكل خطوة عم بعملها. لو كنت مخبرنا بهالتقرير كنا ما خلينا يقدموا هنيك. لك أنا شلون بدي أتذكره؟ آه؟ بعدين من زمان انشقت هاي الوثيقة، بس إذا طلع زلمتي جحش كبير وما انتبه وانضحك عليه أنا شو بعمل؟ ومدير السجل العقاري؟ مو على أساس الدولة رح ترجعها. يا بيك لسه في قصة الآثار. هلا اتركني من الآثار والتاريخ، شو علاقتي بهالشغلات؟ هلا خلينا نسحب الشكوى على السريع، الدعوة بتسقط وهيك بصير عنا نفس ومنرجع منقعد ومنقرر شو رح نتصرف. لك ليش عم تتطلعوا ببعض هيك؟ قول بشو عم تفكروا؟ شو بدي أعمل؟ قدم له البلد على طبق من فضة وقول له صارت إلك؟ هيك بدكن يعني أعمل؟ تحسين بيك، في شي لسه ما بنعرفه نحن بخصوص إصابته لجسور كمان؟ يعني منشان ما تطلع لنا شي قصة بعد هيك. انت شو قصدك؟ يلي بقصده انه بانو صارت محامية لتوران في شكشي. شو؟ ايه شو هالسخافة؟ هاد رأي، يعني بجوز منشان تعرف مين ورا الزلمة يلي قوص على جسور. انت ليش ما عم تفهم علي؟ أنا ما قلت لك مالي أي علاقة بالموضوع، وهلأ شو عم تعمل؟ عم تحاول تتهمني ولا شو؟ أنا ما فهمت. يا جماعة أنا شو راح استفيد إذا قتلته للجسور أو بعتت حدا ليقتله؟ عن إذنكم. لوين؟ أنا اليوم في عندي اجتماع مع مهندسي الإنتاج، هلأ لحتى تذكرت هالشي، إذا بدكم إياني خبروني برجع فورا. يعني كان لازم تخلوني احكي قدامه ما هيك؟ خير صالح؟ ليش الشنطة معك؟ وين بدك تروح؟ زوج اختي مريض كتير، رايح اطمن عليه وارجع. اه عليه العافية، جاهز اذا بدك شي مساعدة. يسلم. تحسين بيك كفى ووفى. خير شو اللي صاير؟ ولا شي، قصدي مو صاير شي. اختي بحاجتي ولهيك رح ضل فترة عندها. ليك يا صالح، تحسين كورلوداك عم يمر بفترة مو منيحة، هذا الموضوع لا تواخذه لو سمحت، ممكن ولا تزعل منه. صالح وين راحت؟ صالح لازم فكر منيح.